على مدار السنين اللي فاتت اتنشر كلام كتير عن السبب الحقيقي وراء انهاء حياة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومن ضمن الأسباب اللي أنهت حياته هو السحر الأسود واللي قام بيه مجموعة من اللي ما يتسموش المتصوفين. تعالوا نعرف ايه اللي حصل ومين هما الناس دي. بعد انتهاء القمة العربية في 28 سبتمبر سنة 1970 تم نقل جمال عبد الناصر لبيته وبعدها اتوفى. وفي سنة 2009 وبعد ما عدى حوالي كده 39 سنة تقريبا على انتهاء حياة الراحل جمال عبد الناصر، انتشرت قصص غريبة جدا واللي رواها واحد من الحاخامات من اللي ما يتسموش عن دور السحر الأسود في إنهاء حياة الراحل جمال عبد الناصر. فقال الحاخام إن السبب وراء إنهاء حياة جمال عبد الناصر كان أكلة كبدة وقلب تم استخدامهم في سحر جمال عبد الناصر، وقال كمان إنهم طبخوا القلب على موقد نار لمدة 3 أيام لحد ما القلب اتفحم وبقى لونه أسود، وبعد كده تم دفنه مع تلاوة بعض التعويذ. الحاخام قال إن كان في 3 حاخامات هما اللي قاموا بطقوس السحر دي علشان يتخلصوا من رئيس الراحل جمال عبد الناصر، ده غير إنه كمان قال أسمائهم واللي من ضمنهم إسحاق قدوري وشاؤول داوود ويوسف زاروك، واللي كلهم كانوا بينتموا لحركة القبالة وكانوا معروفين جدا بإتقانهم لأعمال السحر. قال كمان بعد مناقشات كتير اتفقوا على كتابة الأسماء القدسية على الكبدة ولاستخدامها لإنهاء حياة عبد الناصر. بيقول إن فجأة نزلت عليهم حاجات من السماء وسمع الحاخام صوت في ودنه بيقول لا تفعل هذا الأمر، إياك واستخدام أسماء رب العزة. فقال الحاخام حاضر، مش هستخدم الأسماء المقدسة، لكن لازم تقوموا بالمهمة دي، وهو إنه يختفي اسم عبد الناصر من سجل الأحياء. وفعلا انتهت حياة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد فترة قصيرة من الموضوع ده. طب هما ليه كانوا عايزين يتخلصوا من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر؟ هو عمل لهم ايه يعني؟ هقولك انا، علشان عبد الناصر كان مسؤول عن تحريك الكتير من الدبابات العراقية والجنود الكويتيين والجزائريين والسعوديين كمان نحو الحدود للي ما يتسموش دول، علشان كده كانوا عايزين يتخلصوا منه. في النهاية بقى قولولنا رأيكم ايه في التعليقات، هل كل الكلام اللي قاله الحاخام ده حقيقي فعلا وان السحر كان سبب في إنهاء حياة الراحل عبد الناصر، ولا كله كلام وخلاص؟